الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي سمبليفاي، هنحل المجموعه ديت، وبيقول لي زين فايند ذا نوميريكال فاليو اوف ذا ريزلت هو ان اي ايكوالز 1 وبي ايكوالز نيجاتيف 3. لازم اكون عارف ازاي احدد التيرمز. يعني انا عندي هنا عندي 3a وعندي نيجاتيف 2b، هنعمل للاي بي تايمز ال 3a وبعد كده تايمز النيجاتيف 2b كلها، ونكرر نفس الكلام مع كل الايه الاستيتمنت ديت. يلا ده هيكوالز معايا الاتش اي بي تايمز 3a تبقى 3a سكويرد b. طيب اي بي تايمز نيجاتيف 2b تبقى نيجاتيف 2a b سكويرد، الاي تنزل والبي تايمز b b سكويرد. نيجي نبص هنا بقى، انا عندي بره نيجاتيف 2a هشتغل عليها كلها، هقول نيجاتيف 2a تايمز اي بي، نيجاتيف 2 هنا تايمز 1 بنيجاتيف 2، وعندي a تايمز a a سكويرد، وعندي البي تنزل. تمام. طيب نيجي هنا نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 ده كده بعتبره نيجاتيف b سكويرد، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 ببوزيتيف 2، وعندي a تايمز b سكويرد ب a b سكويرد. طيب اللي بعد كده بوزيتيف b تايمز 4ab يبقى بلس 4ab سكويرد، وعندي بوزيتيف بي تايمز نيجاتيف اي سكويرد بنيجاتيف اي سكويرد بي. بعد كده ابص على اللايك تيرمز، هل في عندي حاجات متشابهه؟ عندي هنا 3 اي سكويرد بي، ابص كده اه في عندي اي سكويرد بي تاني اهي، في تاني اه اهي اي سكويرد بي. طيب هنا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3، وعندي هنا 3 يبقى راحوا مع بعض، وعندي هنا نيجاتيف 2 a b سكويرد وهنا 2 a b سكويرد، الاثنين عكس بعض يبقى برضو راحوا مع بعض، يبقى اللي يبقى معايا 4 a b سكويرد، يبقى ده هي equals 4 a b سكويرد. مطلوب ان انا اعوض عن ال a ب 1 وال b بنيجاتيف 3، يبقى نقول كده when ال a عندي equals 1 وال b عندي بنيجاتيف 3 يبقى then 4 a b سكويرد بت ايكوالز معايا ادي ال 4، ال a نحطها بتوين براكتس ب 1 وال b بنيجاتيف 3 سكويرد اللي هي هتيكوالز 4 تايمز 1 ب 4 ونيجاتيف 3 سكويرد ب 9 يبقى 4 تايمز 9 اللي هي 36. المسألة اللي بعد كده، المسألة دي تعتبر من المسائل الجميلة جدا جدا جدا، من اروع المسائل اللي عندنا في الايه في الاكسرسايز ده. لما نيجي نبص هل المفروض ان انا اعمل لل2x تايمز x وبعد كده تايمز 2 وتايمز بعد كده y وx؟ لا طبعا الكلام ده غلط خالص. لما نيجي نشتغل على المساله دي افك الاقواس من جوه لبره، يعني اشتغل على ده الاول وبعد كده اعمل سمبليفيكيشن هنا، واللي يطلع اعمل له مالتيبليكيشن في الايه في ال2x واحده واحده معايا علشان نشوف هنحلها ازاي. هنقول ده هيكوالز كده 2x، لسه مش هتشتغل ال 2x دلوقتي، اوبن البراكت ده كده وافك اللي جوه، الاكس دي ملهاش علاقه بالنيجاتيف 2 تايمز الكلام ده، يبقى اكس تفضل لوحدها، وبعد كده اقول نيجاتيف 2 تايمز واي بنيجاتيف 2 واي، وبعد كده اقول نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف اكس ببوزيتيف 2 اكس، ونقفل البراكت، وبعد كده النيجاتيف 3 واي دي هتستنى لما الايه؟ لما القوس اللي جوه ده يتفك، والواي دي كذلك ملهاش دعوه باللي هيحصل بعد كده. طيب نيجاتيف 2 تايمز الاكس بنيجاتيف 2 اكس، ونيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف واي ببوزيتيف 2 واي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ نضم دول ونضم دول. في عندي هنا اكس و2 اكس يبقى 3 اكس، في عندي واي و2 واي يبقى 3 واي، يبقى ده هيكوالز معانا 2 اكس. البراكت ده ممكن اغير شكله دلوقتي اعمله كده، واكس بلس 2 اكس ب 3 اكس يبقى 3 اكس ماينس الايه 2 واي، وعندي هنا ادي النيجاتيف 3 واي، والبراكت ده جواه هيبقى 3 واي ماينس ايه 2 اكس. يبقى انا قدرت ارجع المساله للشكل اللي احنا متعودين عليه. بعد كده نحدد التيرمز ديت دي ودي، وعندي ده اعمل لده تايمز هنا وهنا، وبالنسبة لهنا ادي كده التيرم المونوميال، وادي عندي هنا تيرم وادي انذر تيرم، هعمل لده مالتبليكيشن هنا وايه وهنا، يبقى دي هتيكوالز معايا
2x times 3x 6x squared كلام ده هيبقى minus اللي قلت minus عشان positive 2 times negative 2 تديني negative 4xy وهنا negative 3y times 3y بnegative 9y squared ونegative 3y times negative 2x بpositive 6xy ده اللي هو هيساوي معانا 6x squared ده وده يتضموا على بعض يديني positive 2 يبقى plus 2xy minus 9y squared. نعوض يلا عن الx ب1 والy ب1 نكتب كده when x equals 1 and y equals 1 يبقى then 6x squared plus 2xy minus 9 y squared اللي هي هتساوي معايا 6 times اشيل x واحط 1 هيبقى 1 squared الكلام ده plus هنا 2 times 1 والy مكانها 1 الكلام ده هيبقى minus 9 هنا 1 squared اللي هي هت equals معانا هنا 6 plus 2 هنا minus 9 اللي هي 8 minus 9 تديني negative 1. المسألة دي تعتبر من المسائل المهمة جدا لازم تعرفوا أنا عملت إيه، لازم تاخدوا بالكم كويس أنا عملت إيه. الأول فكنا البراكتس اللي جوه وبعد كده فكنا البراكتس اللي إيه اللي بره. طيب يلا المسألة اللي بعد كده بيقول لي if a plus 3b equals 7 والc ب 3 عايز النيوميريكال فاليو الإكسبريشن a plus 3b plus c أجيب ده إزاي؟ هل أنا هنا عندي a plus 3b؟ أه موجودة، ما أنت لو فكيت ال 3 على البراكت ده هتطلع لك ال 3b يعني نقول كده a plus 3 times b plus c دي هت equals a plus 3 times b 3b وال 3 times c تبقى 3c. انا عندي ال a plus 3b دي لوحدها بكام؟ دي لوحدها ب 7 وال c لوحدها عندي بكام؟ ب 3. يبقى نقدر نقول كده ده هي ايكوالز معانا 7 بلس 3 دي اكتبها ما انساهاش والسي دي حط مكانها ايه؟ حط مكانها 3 ده هي ايكوالز معايا 7 بلس 9 اللي هي 16. يلا نشوف الجيومتريك ابلكيشنز. اول مساله معايا بيقول لي ان ايكوالاترال تريانجل از اوف سايد لينث الايه الاكسبريشن ده فايند اتس بريمتر. طيب الإكوالاترال تريانجل يعني تريانجل الثري سايدز بتوعه إكوال إن لينس وبالتالي البريمتر بتاعه هيبقى السايد الواحد تايمز 3 يبقى البريمتر of the equilateral triangle هيكوالز معانا 3 تايمز الإكسبريشن ده 22x minus 3y plus 5z. طيب لو ما كنتش كتبت التايمز دي مفيش مشكله، لو عملت 3 وراها براكت نفهم على طول ان هي ملتيبليكيشن يبقى ده هيكوالز معانا 3 تايمز 22 يبقى 66x وعندي انا 3 تايمز نيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف 9y و 3 تايمز بوزيتيف 5 تبقى بلس 15z وطبعا هنا الاجابه بالسنتيمتر يبقى هنا بالايه؟ بالسنتيمتر. يلا اللي بعديها بيقول لي the dimensions of a rectangle are 2a plus b centimeters و 4a minus 2b centimeters عايز البريمتر. طيب سهلة برضو نكتب القانون ونعوض البريمتر بتاع الريكتانجل b equals twice the length plus mean plus the width اللي هي 2 times نحط ده plus ده. طب مين فيهم اللينث ومين فيهم الويدز؟ مش مشكلة انا كده كده هضيفهم على بعض يبقى عندي هنا 2a plus ال b وهنا plus 4a minus ال 2b اللي هي 2 times 2a plus 4a يبقى 6a plus b minus 2b تبقى minus ال b نوزع يلا ال 2 هنا وهنا 2 times 6 12 يبقى 12a 2 times negative b minus ال a ال 2b وطبعا الإجابة بالسنتيمترز. يلا اللي بعديها بيقول لي find the algebraic expression which expresses the area of the colored board in each of the following.
عندي الشكل ده عايز اجيب الاريا بتاعته. ممكن حد يقول لي يا مستر سهله انا عندي ريكتانجل هنا وريكتانجل هنا، يبقى اجيب الاريا بتاع ده والاريا بتاع ده واعمل لهم هما الاثنين اديشن. اقول لك انت كده بتطول على نفسك ليه؟ لان انت عندك ريكتانجل كبير اهو والدايمنشنز بتاعته معروفه، السايد ده كله عباره عن 3x بلس 2y، اعمل له تايمز الويدز، يبقى انا اعملها مره واحده. يبقى نقول كده الاريا هت ايكوالز معانا اللينس تايمز الويدز. اللينس بكام؟ اهو 3x بلس 2y تايمز الويدز بكام؟ الويدز عندي باكس، يبقى تايمز الاكس. وزي ما قلت لكم انا ممكن اعمل التايمز دوت كده. هل ممكن نشتغل كده؟ اقول ده تايمز ده وده تايمز ده، ده المفروض. لكن لو انتوا هتتلخبطوا بدلوا الاماكن بتاعتهم، نقول كده هيبقى اكس تايمز 3x بلس مين؟ بلس 2y اللي هي هت ايكوالز اكس تايمز 3x ب 3x سكويرد، واكس تايمز 2y ب 2x اكس واي. يلا اللي بعديها نفس الكلام. ده عندي ريكتانجل كبير، اوعى حد يجيب الاريا بتاع ده وده وده وتعمل لهم صم، بتطول على نفسك الشغل خالص. انا عندي الدايمنشن ده والدايمنشن ده، الدايمنشن ده واي بلس واي والدايمنشن ده 2y بلس 2. يبقى الاريا عندي هنا اللي هي عباره عن اللينس تايمز الويدز هت ايكوالز معايا 2y بلس ال2، الكلام ده تايمز y بلس مين؟ بلس الواي، y بلس الواي اللي هي 2y، وده هيكوالز معانا 2y تايمز 2y بلس مين؟ بلس ال2. نعمل ال 2y تايمز 2y وبعد كده تايمز مين؟ تايمز 2. 2y تايمز 2y ب 4y سكويرد، الكلام ده هيبقى بلس 2y تايمز 2 ب 4a 4y. يلا اللي بعديها عايزين المنطقه المظلله دي، يبقى هنعمل سبتراكشن للشكل اللي جوه من الشكل اللي بره. يبقى الاريا او ذا كالرد بارت هت ايكوالز معانا الاريا بتاعت الريكتانجل اللي بره اللي هي اكس بلس 9 تايمز 3x، يبقى اكس بلس 9 تايمز 3x، الكلام ده ماينس ماينس مين؟ الاريا بتاعت ده اللي هي 4 تايمز اكس اللي هي 4x على طول، يبقى ده هيكوالز معايا. يلا نعمل هنا ده تايمز ده وده تايمز ده، وزي ما قلت لكم اللي يتلخبط يرجع يكتبها تاني زي ما هو متعود، يعمل كده x بلس 9 الكلام ده ماينس 4x، ويعمل كده ولا هعمل ده تايمز ده وده تايمز ده 3x تايمز x 3x سكويرد 3x تايمز 9 تبقى بلس 27x، وعندي هنا ماينس 4x. الماينس 4x دي لايكد مع مين؟ مع 27x، بنضمهم على بعض وده هيكوالز معايا 3x سكويرد، الكلام ده هيبقى بلس 23x. يلا نشوف اللي بعديها نفس الفكره، شكلين جوه بعض. عشان نجيب ديت هيبقى الاريا بتاع كل الريكتانجل ده ماينس ده، يبقى الاريا of the colored board هت ايكوالز ده تايمز ده. طيب بدل ما اكتب ده الاول تايمز ده وارجع اعكسها، اكتب ده الاول، يبقى 4x تايمز مين؟ 2y بلس 5، الكلام ده هيبقى ماينس ده تايمز ده اللي هي 5 تايمز، نعمل تايمز صغيره كده ال 2x. يلا نوزع ال 4x هنا وهنا، بده هيكوالز معايا 4x تايمز 2y تبقى 8xy، 4x تايمز 5 تبقى بلس 20x، هنا ماينس 5 تايمز 2 10 يبقى ماينس 10x. ده وده الاثنين لايك تيرمز، وده هيكوال معايا 8xy، دول يدوني بلس 10x. يلا اللي بعديها نفس الكلام، الاريا اوف ذا كالرد بورد، الاريا اوف ذا كالرد بورد ايكوالز معانا اللي بره ده عباره عن ايه؟ ده ريكتانجل اللينس تايمز الويدز، يعني 6x تايمز 5x ماينس 1، 6x تايمز 5x ماينس 1، الكلام ده ماينس ده تايمز ده اللي هي 4 تايمز
2x squared minus 2 2x squared minus الايه ال2. يلا نوزع ده هنا وهنا ونوزع ده بالمالتيبليكيشن هنا وهنا وناخد بالنا لما اشتغل على الفور اشتغلها نيجاتيف 4 مش 4 يبقى ده هيكوالز معانا 6 تايمز 5 30 يبقى 30 اكس سكويرد الكلام ده ماينس 6 اكس وهنا نيجاتيف 4 تايمز 2 اكس سكويرد بنيجاتيف 8 اكس ايه سكويرد ونيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 2 ببوزيتيف 8 تمام. يلا ده وده يتضموا على بعض يبقى عندي هنا 22 اكس سكويرد ماينس 6 اكس الكلام ده بلس مين بلس ال 8. المساله اللي بعديها نبص كده على الشكل نلاقي ايه نلاقي ان ده زي مين زي ده يعني ممكن اقول هما الاثنين 2 تايمز الاريا بتاع الواحد وده مختلف عنهم يعني هنقول كده الاريا of the colored board هت equals معنا الاريا الكبيرة كلها اللي هي ايه 5x times السايد ده يبقى 5x times 3x plus 5 تمام. الكلام ده ماينس ماينس مين اللي موجود لوحده ده اللي هو 2 times x اللي هي 2x الكلام ده ماينس برضو ماينس مين 2 تايمز الواحد من دول يعني 2 تايمز الواحد من دول الاريا بتاعته كام x تايمز x x تايمز الايه الx. نوزع يلا ال 5x هنا وهنا بالمالتيبليكيشن علشان عندي عمليه مالتيبليكيشن هنا يبقى ده هيكوالز معانا 5x تايمز 3x 15x سكويرد 5x تايمز ال 5 هيبقى بلس 25x وعندي هنا نيجاتيف 2x تنزل وعندي هنا x تايمز x بx سكويرد يبقى نيجاتيف 2x سكويرد ده كده لايكد مع ده كده وده كده لايكد مع ده كده يبقى ده هيديني 15 ماينس 2 تبقى 13x سكويرد 25 ماينس 2 تبقى بوزيتيف 23x. يلا اللي بعديها هنا ده ريكتانجل وجواه تريانجل يبقى الاريا of the colored board هت equals the area of a rectangle minus the area of a triangle اللي هت equals معانا ال rectangle 3x times 2x plus 8 يبقى 3x times 2x plus مين plus ال 8. نيجي نبص بقى على التريانجل. التريانجل عشان اجيب الاريا بتاعته محتاج مين؟ محتاج الالتيتيود، محتاج الهايت بتاعه. طب الهايت بتاع التريانجل ده اجيبه ازاي؟ ده المفروض البربنديكولار ديستانس من النقطة دي لحد الايه؟ لحد البيز. يعني احنا محتاجين نجيب اللينس بتاع مين؟ بتاع ده كده اللي هو ده. طب ما انت عندك ده هو ده برضو اللي هو كام؟ اللي هو 3x. يبقى الكلام ده هيبقى ماينس 1 over 2 times the base times the height. The base ب2x plus 8 والهايت ب3x. نكتب 3x الأول وبعد كده 2x plus مين plus ال 8. يلا نفكها. عندك هنا 3x times 2x 6x squared. عندك هنا 3x times ال 8 ببوزيتيف 24x. طيب دول أعملهم إزاي؟ انا عندي هنا نيجاتيف تايمز بوزيتيف هتديني نيجاتيف خلاص عرفت ان الساين نيجاتيف اي كده في الدرافت اقول 1 اوفر 2 هيبقى تايمز ال3 ديت هيبقى الكلام ده تايمز الايه ال2 ديت ال2 هتروح مع الايه مع ال2 يبقى عندي 3 يعني ال2 هنا اتكنسلت مع ال2 يبقى 3x تايمز x اللي هي 3x سكويرد وعندي هنا ال1 هاف ال2 هتتكنسل مع ال8 تديني 4 يبقى عندي انا 3x تايمز ال4 ب12 يبقى ماينس 12x. ليه قلت ماينس هنا؟ عشان في عندي نيجاتيف ساين بره هنا. ال 6x سكويرد لايك مع 3x سكويرد يبقى ده هيديني 3x سكويرد وعندي هنا 24 ماينس 12 يبقى بلس 12x. يلا اللي بعديها. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل اديشن للاريا دي مع الاريا دي كلها. طب الاريا دي اجيبها ازاي؟ هقول ده السكوير ده ماينس ده. طب ما تيجي كده نفكر
هو انا مش عندي دي اكس واي ودي هنا بره اكس واي، يعني اكن دي هي دي بالظبط. يعني لو خدت دي كده ورحت موديها في المكان ده، ايه اللي هيحصل؟ هيتقفل معايا السكوير او هيتقفل معايا الريكتانجل ده، لان انا شايف السايد ده مختلف عن ده، هنعتبر ان هو ريكتانجل. يبقى الاريا اوف ذا كالرد بارت على طول هقول ان هي 4y تايمز 3x بلس 4. نوزع يلا ده هنا وده هنا، يبقى ده هيساوي معايا 4y تايمز 3x يبقى 12xy، و 4y تايمز بوزيتيف 4 اللي هي بلس 16y. المساله اللي بعد كده، اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. يلا المساله اللي بعد كده، الشكل ده لما اجي ابص له ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجل اهو وعباره عن سكوير اهو. طب الريكتانجل ده الدايمنشن ده قد ايه؟ دي اكس. طب دي كلها كام؟ اوعى حد يقول لي 5. لا، ده ال5 دي من اول هنا لحد هنا بس، فده كله عباره عن ال5 بلس الاكس دي او اكس بلس ال5. يبقى نقول كده الاريا اوف ذا كالرد بارت هت ايكوالز معانا ده تايمز ده اكس تايمز اكس بلس 5. الكلام ده هيبقى بلس الاريا بتاعت السكوير اللي اكس تايمز اكس اللي اكس سكويرد، يبقى ايكوالز معايا اكس تايمز اكس اكس سكويرد اكس تايمز 5 5 اكس، وهنا بلس اكس سكويرد. اكس سكويرد بلس اكس سكويرد ب 2 اكس سكويرد، وينزل عندي ال 5 اكس. المساله اللي بعديها، الشكل ده انا ممكن اعتبره كده، اقسم ده كده، يبقى عندي ريكتانجل وعندي ريكتانجل تاني. الحته دي بكام؟ الجزء ده بكام؟ ده كده باكس، يبقى دي اكس ودي اكس ودي اكس، يبقى كل ده 3 اكس. يبقى انا عندي هنا اكس و3 اكس، وعندي هنا اكس واكس بلس الايه؟ بلس ال8. يبقى الاريا اوف ذا كالرد بورد هت ايكوالز معانا ده تايمز ده اللي هي اكس تايمز اكس بلس 8، الكلام ده بلس هنا اكس تايمز 3 اكس اللي هي هتديني اكس تايمز اكس اكس سكويرد اكس تايمز 8 ب 8 اكس اكس تايمز 3 اكس ب 3 اكس سكويرد اكس سكويرد و 3 اكس سكويرد ب 4 x سكويرد، الكلام ده يبقى بلس 8x. يلا نشوف مسائل اكسلنت بيوبلز. بيقول لي هنا the width of a rectangle is x and its length exceeds twice its width by 3. Find its area in terms of x. ال width عندي معروف بx. ايه المعلومات اللي هو مداني عن ال length؟ بيقول لي exceeds twice the width، يعني ازيد من 2 times. twice يعني ايه؟ يعني 2 times. 2 times the width بكام؟ ب 3. يعني 2 times the width هم، لان ال width عندي باكس، لو زودنا عليها 3 ده يديني مين؟ ده يديني ال length. يبقى ال area of a rectangle اللي هي ال length times the width هت equals معايا ال length عندي 2x plus 3، ال width عندي بكام؟ باكس. نعمل ملتبليكيشن للاكس مره مع 2x ومره مع 3 تديني 2x سكويرد، الكلام ده بلس 3x، والانسر عندي طبعا بالسنتيمتر سكويرد. يلا اخر مساله معانا، بيقول لي اكيوبويد اوف سكوير بيز اوف سايد لينث 3x سنتيمترز اف اتس هايت 2x سكويرد بلس 3، عايز الفوليوم ان ترمز اوف اكس. احنا عندنا الفوليوم بتاع الكيوبويد كان بيكوالز اللينث تايمز الويدز تايمز الهايت. الفوليوم
of the cuboid be equal the length times the width times the mean times the height. طب اللينس عندي بكام؟ بيقول لي 3x. طب الويدز عندي بكام؟ برضه ب 3x. طب الهايت عندي بكام؟ ب 2x سكويرد بلس مين؟ بلس 3. نعمل دول الاول 3x تايمز 3x ب 9x سكويرد. الكلام ده هيبقى تايمز 2x سكويرد بلس مين؟ بلس 3. نرجع بعد كده ناخد ده مع ده وده مع مين؟ مع ده. يبقى ده هيكوالز معانا 9 تايمز 2 18. وهنا x سكوير تايمز x سكوير تديني كام؟ ها؟ تمام x باور 4 لان 2 بلس 2 تديني 4. الكلام ده هيبقى بلس 9 تايمز 3 يبقى 27 x باور كام؟ باور 2 والفوليوم بالسنتيمتر كيوب. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الاكسرسايز اللي على ليسون 5. الليسون ده مهم جدا وباكد تاني اليونت كلها في غايه الاهميه. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.